مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من رأي عام. التغييرات اللي حصلت في المنطقه العربيه على مدار ال10 سنين اللي فاتت خلت الامن الاقليمي في خطر، خلت الامن حتى داخل كل دوله في خطر، لان هذه التغييرات صاحبها بروز تحديات كبيرة، منها الأفكار المتطرفة، الجماعات المتطرفة، الجماعات الإرهابية، وبالتالي كان هناك حاجة ماسة لكي يحدث تعاون بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية في الدول العربية بينها مع بعض لكي تقف أمام هذه التحديات الخطيرة. هناك إذن حاجة ماسة لتعاون مؤسساتي بين هذه الأجهزة، لأنه خطر الإرهاب في الفترة الأخيرة خطر متنامي يوما بعد يوم، والآليات اللي بتستخدمها الأجهزة عفوا الجماعات المتطرفة آليات متقدمة في كل المجالات، من الأسلحة للأفكار لكل الوسائل اللي بيصلوا بها إلى غاياتهم الغير نبيلة. مناسبة هذا الكلام، النهاردة كان فيه الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري. المنتدى العربي الاستخباري بيجمع رؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية، وهذا المنتدى أصبح مقره في مصر، والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية اللي مثل فيها مصر طبعا الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العربية. نسمع جزء من كلمة الرئيس إلى المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، رحب بكم في بلدكم مصر، وذلك في ظل مرحلة تاريخية يشهد فيها العالم تطورات خطيرة ومتلاحقة تنعكس تداعياتها على أمننا واستقرارنا، حيث نجحت المخططات التي تستهدف منطقتنا في إثارة مشاكل لدى كل دولة لتنغلق على نفسها وتركز اهتمامها على حل مشاكلها، وبالتالي تراجع التعاون الجماعي والذي كان كفيلا بحل أي مشكلة أو أزمات أو صراعات دون تدخل خارجي. السادة الحضور، إذا كانت هناك خلافات سياسية فعلينا أن نعمل بصورة جادة على تجاوز التباعد السياسي في المواقف، وأن نعمق تعاوننا الاستخباري الذي يمكن من خلاله تجميع أجهزة دولنا وحكوماتنا حول حماية أمننا واستقرارنا. معايا على التليفون المفكر الاستراتيجي دكتور سمير فرج. دكتور سمير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. مغزى افتتاح وإطلاق هذا المنتدى في هذا الوقت بالذات في مصر. طيب، في البداية بس نحب نوضح للسادة المشاهدين معنى مفهوم المنتدى الاستخباراتي. الاستخباراتي تعني المخابرات، أو يعني الحصول على المعلومات، والمعلومات مهمة جدا في حياتنا كعسكريين، لأن كل ما يكون عندك معلومة دقيقة وصحيحة كل ما يكون القرار اللي انت بتتخذه قرار سليم، وبالتالي تنجح في الخطة بتاعتك. برضو نوضح للسادة المشاهدين ان النظام المعلومات او المخابرات في العالم كله بيتبع نظامين. نظام اللي هو اجهزة المخابرات التي تعمل خارج الدولة، زي عندنا في مصر المخابرات العامة، زي في امريكا CIA، زي في روسيا KGB، كل ده نظام في العالم كله. وهناك اجهزة مخابرات للحصول على معلومات داخل الدولة، زي عندنا مثلا المباحث امن الدوله، في امريكا FBI، في انجلترا M5 M6. يعني كل هذه العناصر بتسمى عناصر استخبارات للحصول على المعلومات. النهارده حصلت جلسه الافتتاحيه للمنتدى العربي للاستخبارات. حقيقي ده كان حلم بقاله سنين بنحاول كلنا نحققه، ولكن للاسف لم يتحقق، وكانت هناك تعاون ثنائي، دولتين مع بعض، 3 دول مع بعض، زيارة عناصر المخابرات هنا لدولة تانية اقول لهم قولوا لنا عندكم ايه وعندنا ايه. انما النهارده حقيقي مجهود عظيم للمخابرات العامة المصرية انها نجحت انها تجمع كل مديري ورؤساء المخابرات في الدول العربية عشان تجمع هذا المنتدى العربي ويبقى مقره فين؟ في مصر. فده اعتقد جهد كبير جدا للواء عباس كامل مدير المخابرات العامه المصريه. يمكن يا سيد الرئيس النهارده في كلمته دكتور سمير اشار الى المخططات التي تستهدف البلدان العربيه، وايضا اشار الى ضروره تنحيه الخلافات السياسيه بين بعض الدول، حتى يعني التي بينها خلافات سياسيه عليها ان تنحي تلك الخلافات وتتعاون في تبادل المعلومات وفي المسائل المخابراتيه. بالظبط يا فندم، وده اللي بقى خلى الناس المره دي تقتنع بهذا الكلام زي ما سياده الرئيس قال، ان احنا كلنا معرضين لاكبر خطر بيعم المنطقه بتاعتنا وهو الارهاب. عشان كده النهارده هذا المنتدى يمكن هتبقى المهمه الرئيسيه لهذا المنتدى ولكل المجتمعين فيه وكل العناصر دي، هو كيف نجمع المعلومات ونتبادلها مع بعض عشان مكافحه الارهاب. يعني النهارده عايزين نعرف العناصر الارهابيه تكوينها ايه؟ مين القيادات بتاعتها؟ مين العناصر بتاعتها؟ الشبكات العنكبوتيه سواء في الدوله بتاعتنا او دول اخرى. مصادر التمويل بتجيب الفلوس منين؟ ولو جابت الفلوس بتوزعها ازاي او بتتناولها ازاي؟ وانت عارف ان زمان في الفتره اللي فاتت كانت قطر بتدي الفلوس دي او بتوزعها من خلال الحقائب الدبلوماسيه. لما اتلغت اتكشف الموضوع ده واتمنع، اصبح النهارده في مشكله في تحويل هذه الاموال. بنتكلم تاني لازم نعرف مصادر التسليح، الناس دي بيجيب اسلحتها منين، المفرقعات، وبعدين كيف تتدرب وفين، ومستوى التدريب بتاع كل عنصر، ازاي بتجند الافراد، تمام، مناطق تجوعهم، وبعدين كيف تتعاون هذه العناصر بين الدول والتانية. انت عارف داعش في العراق وسوريا ازاي التعاون بينهم، طب شمال سوريا، طب لما راحوا ليبيا، كل الكلام ده معلومات احنا بنبقى يعني حريصين انها تجمعها من الدولة دي مع الدولة دي، وبالتالي تصبح المعلومة كاملة وتقدر. وحقيقي هقول لك مفيش دولة تقدر لوحدها مهما كانت قوة امريكا اللي عندها اكتر يعني قوة متطورة في تجميع المعلومات، بتحتاج معلومات من بقية الدول التانية. عشان كده النهاردة هذا التجميع وهذا المنتدى رائع، لان احنا هنجمع المعلومات المتكافلة كلنا. وزي ما حضرتك قلت في البداية وزي ما سيادة الرئيس قال، احنا لازم نبتعد عن الخلافات الموجودة بين الدول، ولكن يصبح هدفنا هو تجميع المعلومات عشان كل دولة تتخذ القرار السريع بتاعها. عايز اقول حاجة، النهاردة يمكن المنتدى بتاعنا ده هيبقى دول عربية بس، لكن انا بقول لك قريب كده هتلاقي هتشارك فيه دول افريقية، دول اسيوية، دول اوروبية، امريكا، لان الكل هيبقى سعيد ان هو يحصل على معلومة عند عناصر اخرى. الحاجة الثانية ايضا ان لن يكون في دوره مستقبلا في موضوع ان احنا نجيب معلومات فقط، انما اعتقد ان دوره هيبقى تبادل وتحليل المعلومات، ايضا تدريب الكوادر بتاع دول، لان احنا مثلا زي المخابرات العامه عندنا في مصر متفوقه جدا جدا، فهتلاقي دول اخرى في المنطقه العربيه تقول يا جماعه خدوا الناس بتوعي دربوهم عندكم. فاعتقد ده هيبقى دور رئيسي بعد كده، ولكن انا بعتقد انها بدايه عظيمه جدا جدا، وبالذات ان مصر يصبح فيها هذا المركز، وهتكون بدايه لتحقيق الاستقرار ليس لمصر فقط ولكن باقي الدول في المنطقه. دكتور سمير، يعني كيف يمكن ان لنا ان نتخيل آلية عمل هذا المنتدى؟ يعني اجتماعات دوريه لرؤساء اجهزه المخابرات، يعني مقر دائم، يعني ندوات، يعني كيف يمكن ان نتخيل عمله؟ سؤال يعني جميل وحرف فعلا. يعني المشكله كلها انها بتبقى في معلومات، وكل دولة عندها معلومة ناقصها جزء من المعلومة، فنبدأ نطرح هيكون طبعا لهذا المنتدى مركز معلوماتي وعملياتي بينقسم إلى قسمين عادة. يعني أنا طبعا ما أعرفش التكوين، لكن إحنا اتعلمنا بره وشفنا واشتغلنا في حاجات زي كده كتيرة، جزء تخطيطي وجزء عملياتي. عملياتي إنك تتابع العمليات اللي بتتم في كل دولة، وكل عملية بتتم بتبقى دايما وراها خبرة مكتسبة. دايما احنا عندنا لما بنطلع موضوع او عمليه بتقول الخبرات المكتسبه سواء الايجابيه او السلبيه، احنا ايه اللي نجحنا وايه الحاجات النقط اللي كان ممكن نتلافاها. فالحاجات دي كلها بتتوزع. اثنين، في دولة عندها معلومة معينة، يعني هديك مثال، احنا في يوم من الايام قبضنا والمجموعات اللي كانت في سينا على شيك جاي ب 10 مليون جنيه استرليني جاي لمصر من مثلا من بس في افريقيا، اتاري ان مش من بس قبليه دولتين وثلاثه واربعه. انت بامكاناتك كدوله ما تقدرش تمشي ورا الشيك ده 10 دول، فبتضطر تتعاون مع دولتين وثلاثه واربعه لحد ما في الاخر تعرف انه طالع من ميدلاند بنك في كوينزوي في انجلترا بمصطفى محمد علي اللي هو من الاخوان المسلمين، فتبدا تتابعه وتبدا تنشر الكلام ده مع بقيه الدول، وتبدا بقيه الدول تشوف بقيه العناصر الاخوان اللي موجوده في لندن. وانت عارف النهارده الاخوان كلهم متمركزين في لندن، سيبك من الجماعه بتوع طبعا اسطنبول دي مجموعه شهرتها انها تهاجم وتعمل، لكن الاخوان المسلمين التمركز الرئيسي القوى الاقتصاديه بتاعتهم موجوده في لندن، فهم كانوا الفتره اللي فاتت بيدعموا هذه العناصر. لما احنا في مصر اكتشفنا القصه دي اصبح في تعاون بيننا وبين انجلترا وبين بعض الدول الاخرى ان نعرف كل عمليات الترانزاكشن هي التحويلات الماليه، وبالتالي النهارده تلاقي كل الجماعات الاخوانيه اللي موجوده عندنا هنا عندها شورتج في الفلوس، مش عشان نقص ما عندهم، لا الفلوس مش عارفه تجي لهم ازاي لان احنا خانقينهم احنا والدول الثانيه. عشان كده زي ما حضرتك بتقول بيبقى اسلوب التعاون ان احنا بنشوف العمليات اللي تمت ونعرف الدروس المستفاده منها، بنطلب المعلومات اللي ناقصه عندنا عشان نكون تنظيم معاون، شبكه معينه بنعرفها من تبادل المعلومات في هذه الدول. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور سمير فرج المحلل المفكر الاستراتيجي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذا التحليل الوافي. نروح لموضوع آخر. وزارة الصحة تعدل بروتوكول علاج أمراض كورونا للمرة الخامسة لرفع نسب الشفاء. طبعا الكلام في الفترة الأخيرة الكلام الرسمي هو انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وصول دفعة تانية من اللقاح، هذه المرة من لقاح أسترازينيكا. طبعا احنا الدفعة الأولى كانت اللقاح الصيني سينوفارم، ويعني الكلام مشجع، كلام يدعو إلى التفاؤل أو على الأقل التقارير الرسمية التي تقول ذلك. يا ترى رأي الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والميكروبيولوجي إيه في هذا الموضوع؟ دكتور عبد الهادي مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو وازاي صحتك؟ الله يخليك. المشاهدين، الحقيقه الكلام اللي حضرتك بتقوله انه مساله هم بيغيروا بروتوكولات العلاج دي حاجه يعني تضاف اليهم ما تقللش، يعني لانه احنا بنتعامل مع فيروس جديد تماما وما نعرفش بالظبط ايه اللي بيأثر فيه يعني الماكسيموم، والشغل معظم الشغل اللي حاصل ما عدا في مكان واحد بيشتغل على الفاكسين او اللقاح، لكن المفروض ان جرى العرف ان احنا ندور على الدواء او علاج يتارجت او يهدف الى قتل او تحميد هذا الفيروس. ده موجود بس في يعني بعض الشركات اللي هي انتجته من خلال اجسام مضادة اللي هو العلاج بالاجسام المضادة، واللي الرئيس ترامب خده لما دخل وولت ريد هوسبيتال، ومعاه يعني 3 4 ايام كان الامور كلها كويسه. لكن بالنسبه للبروتوكولات العلاجيه فهي دلوقتي معظمها بيشتغل من اول الوباء ما جه بتشتغل على ادويه قائمه بالفعل، يعني ما فيش ادويه جديده اكتشفت من اجل علاج هذا الفيروس، وبالتالي يعني بنقول انه في تجارب حصلت مع الكلوروكين او الهيدروكسي كلوروكين، وفي تجارب حصلت مع بعض مضادات الفيروسات زي الريبافيرين، وفي تجارب اخرى حصلت مع بعض الادويه المضاده للايد. كل دي بتضيف لمعلوماتنا يعني ان احنا بنقلل الدايره بتاعه ان يكون في عندي فيروس واسع المفاقول، وبالتالي استطيع ان انا اسيطر عليه، خصوصا لو استخدم الامور في بدايتها. طيب يعني اتفضل يا فندم كمل. يعني ال مثلا اخيرا وجدوا انه في بعض الدواء بيقضي على الديدان والقمل والجرب، وجدوا ان هو بيجيب نتائج ممتازه جدا لما بيتاخد في الاول، وانه يعني بيؤدي الى انه الحاله ما بتدخلش الى دور الخطوره اللي يستدعي نقله المستشفى. وفي نفس الوقت وجدوا ان ده له تاثير على اللي هو المقاومه، او انه الواحد ياخده كنوع من المقاومه. نعم. قبل ما يعني الناس اللي حوالين العيان ياخدوه بحيث ان هو يقلل الى حد كبير جدا من فرصه نقل العدوى. طيب. للأرض. طيب اخيرا دكتور عبد الهادي، يعني من خلال البيانات اللي بتطلعها وزاره الصحه كل يوم، هل يمكن القول ان احنا تجاوزنا ذروه الموجه الثانيه ولا لسه؟ لا ما اقدرش اقول كده. يعني احنا ما يعني كون ان الامور الحمد لله ما خرجتش عن السيطره، ده يعني يرجع لحاجات كتير، من ضمنها المجهود اللي بيتعمل طبعا في المستشفيات وكده. الحاجه الثانيه انه الناس او الدكاتره بداوا يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الفيروس، يعني اصبح العلاج بيتاخد في الوقت المناسب وما يؤديش الى مضاعفات. وبعدين في نفس الوقت احنا يعني الاعداد اللي بتصل الى الجهات الرسميه ليست هي طبعا الاعداد اللي بتتعدي، او ليست هي الاعداد اللي بتموت، لانه في ناس ما بتبلغش خالص عن المساله دي. بس دي بتبقى الاصابات بتاعتها يعني متوسطه او يعني ضعيفه. الناس ما هياش مخيفه، ولكن نقدر نقول ان هي تقدر يعني لابد من الوقوف. نعم. علشان خاطر نقي انفسنا. نعم. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه والميكروبيولوجي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح للسودان، وانا قبل ما ادخل الاستوديو شفت تصريح جديد من وزير الري السوداني دكتور ياسر عباس بيقول فيه انه سد النهضه يهدد نصف سكان البلاد، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه الان. وده يبدو هذا التصريح جه في لقاء النهارده اجراه الوزير مع رئيس بعثه الاتحاد الاوروبي والسفير ورئيس القسم السياسي بالبعثة، وذلك ضمن لقاءات بتجريها القيادة السودانية ووزير الري تحديدا مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في السودان لشرح وجهة نظر الخرطوم فيما يتعلق بتطورات أزمة سد النهضة. معايا من الخرطوم الأستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير الخرطوم توداي. أستاذ محمد مساء الخير، يعني كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات المتوالية والمتتالية من المسؤولين السودانيين بشأن خطورة خطوة أثيوبيا التي تنوي يعني تنفيذها على الأقل يعني من خلال تصريحات المسؤولين الأثيوبيين بملء الملء الثاني لسد النهضة؟ وواضح انه من تصريحات وزير الري بروفيسور ياسر عباس انه صبر الحكومه السودانيه ينفذ امام يعني تعنت الجانب الاثيوبي والمضي قدما في يعني خرق كل الاتفاقيات والتحضير والتجهيز للملء الثاني لبحيره السد في شهر يوليو المقبل، رغم كل التحذيرات التي قدمتها الحكومه السودانيه. ومن قبل يعني ذكر وزير الري السوداني بأن يجب أن لا تقوم اثيوبيا بأي عمل يحدث ضرر ذو شأن بالمصالح السودانية، المصالح المائية للسودان، خاصة وأن سد الروسيرس هو يقترب 15 كيلومتر فقط من الحدود الأثيوبية وسد النهضة الأثيوبي، فبالتالي تلك المنطقة المتاخمة للحدود الأثيوبية هي فيها حوالي 20 مليون مواطن سوداني هم عرضة ل مخاطر صد النهضة. هذا الموقف ليس موقفا جديدا، وإنما هي الدبلوماسية تبنتها الحكومة السودانية ما تعرف بدبلوماسية المياه، وهي تقوم بجولات تنويرية لدول المنطقة والإقليم. وتصريحات اليوم جاءت بعد لقاء الاتحاد الأفريقي، وهي المنظمة التي تنضم إليها كل من السودان ومصر وإثيوبيا، فبالتالي لا زال السودان يركز على الحل الإفريقي هذه الأزمة، ولكن بالتأكيد الجانب الأثيوبي هو يضرب بعرض الحائط كل التحذيرات وكل المخاوف التي يقوم بها السودان، ويحذر من أن لا بد من أن التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لكافة الأطراف، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتراوغ كثيرا في هذا الأمر. أنا في تقديري تصريحات وزير الري هي تأتي أيضا بتصريحات وزير الخارجية قبل أكثر من أسبوع. أستاذ محمد، يعني في إطار هذا يعني الزخم الدبلوماسي السوداني والمصري أيضا من تحذيرات للجانب الإثيوبي في ما يتعلق بسد النهضة، يعني هل تعتقد أنه المجتمع الدولي يمكن أن يأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار بكثير من الاهتمام؟ هل يمكن أن يفهم المجتمع الدولي خطورة الخطوة الإثيوبية؟ من المؤكد أن يعني كثرة الطرق يعني على الجسم الحديدي يشكل لحام زي ما بيقولوا في المثل السوداني، فطرق السودان على هذه الأبواب الكثيرة سواء كان منظمات إقليمية دولية، دول ذات تأثير في المحيط الإقليمي والدولي، المراقبين الذين يراقبون هذه المفاوضات بالتأكيد سوف تشكل رأي عام قوي داعم لموقف السودان وربما موقف مصر أيضا، لأن الطرفين المتضررين هما دول المصب. ففي تقديري أن هذه الدبلوماسية والطريقة الهادئة التي تتبناها الحكومة السودانية هي بالتأكيد ستأتي أكلها وستثمر، لأن دائما الطرق الدبلوماسية هي أقصر الطرق للوصول إلى حلول يعني أكثر استدامة، بعكس الجانب الأثيوبي الذي يحاول أن يتبنى منطقة القوة ومنطقة التحدي ومناطحة العالم بأسره. ففي تقديري أن الآن الكرة في ملعب الأثيوبي بعد أن ألقيت في داخل الاتحاد الأفريقي، وربما هي محطة بدأت بها الحكومة السودانية يعني قبل أن تصعد الأمر إلى منصات دولية أخرى. بالتأكيد الآن لديه كل الحجج والوثائق التي تسند موقفه فيما يتعلق بمفاوضات صد النهضة، فيما يتعلق بالاتفاقيات السابقة، فيما يتعلق بالتعنت الإثيوبية. نحن الآن يعني تجاوزنا 90% من الاتفاق، ما تبقى ال 10% هي الأصعب وربما هي التي يمكن أن تعطل التفاوض وتصل إلى مراحل ربما لا تريدها الأطراف الثلاث. ولكن من المؤكد هذه الخطوات لابد من الوصول إلى اتفاق قبل شهر يوليو، نعم، حتى لا تحدث يعني أزمة بين الدول. الأستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير الخرطوم توداي من الخرطوم، شكرا جزيلا لحضرتك. يوم الخميس اللي جاي في اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مسألة خفض أو تخفيض سعر الفايدة في البنوك المصرية. طبعا الفايدة شهدت تخفيض عدة مرات، يعني كانت من 15% وصلت دلوقتي لأقل من 11% في أقل من عام، وده خلي الناس يعني تتكلم كتير في هذا الموضوع، ويعني أسئلة كيف يمكن أن يستثمر المواطن أمواله في ظل يعني انخفاض سعر الفايدة. معايا الآن على تليفون الأستاذ محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا. استاذ محمد، يعني ما توقعاتك للاجتماع بتاع يوم الخميس؟ هل ستخفض نسبة الفايدة مرة أخرى؟ هو ده موضوع الساعة، بس أنا الحقيقة يعني شوية ما بحبش أستخدم كلمة توقعات أو تنبؤات، لأن ده موضوع علمي بحت. صحيح. وبيعود إلى قرار اللجنة الموقرة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اللي عندها أدوات كبيرة جدا. ولكن الاتجاه العام يعني احنا يعني عشان برضك نرجع لورا شويه. الو اتفضل يا فندم، احنا سامعينك. نرجع لورا شويه مع بدايه برنامج الاقتصادي والمالي. ارتفع معدل التضخم ل 33%، والوظيفه الرئيسيه للبنك المركزي وهدفه الرئيسي كان هو استهداف التضخم. استهداف التضخم يعني يكبح جماح هذا التضخم عشان يحافظ على استقرار الاسعار. فبدا يرفع اسعار الفايده ارتفاعات متتاليه، ووصلت ان احنا رفع درجه اسعار الفايده 700 نقطه اساس، يعني 7% بالتدريج. بعد كده لما سيطر على التضخم ونزل الى مستوياته العاديه، بدا يتبع سياسه تحفز بقى النمو. فبدا يتبع سياسه تيسيريه وخفض اسعار الفايده بالتدريج، ولكن للاسف صدمتنا الجائحه. لما جت اضطرينا ان احنا في مارس البنك المركزي ولجنه السياسه النقديه تخفض الاسعار تخفيض جذري بمقدار 300 نقطه اساس، 3% مره واحده لاول مره في التاريخ، عشان تحفز النمو، عشان تخلي المنتجين يبداوا يستلفوا باسعار قليله، والريتيلر اللي عايزين ياخدوا خدمات تجزئه كار لون بيت يمول عقار ياخدها باسعار معقوله عشان النمو يمشي ومعدل النمو يبدا يتحرك ويتعافى الاقتصاد، ونقدر الاقتصاد المصري يقف قدام الصدمه كورونا العالميه اللي كان لازم لنا فيها. بدا يخفض اسعار الفائده، ثم بعد كده خفض 0.5%، فنص في المية معدل التضخم بدأ ينزل. هنا المعيار الأساسي لتحديد سعر الفايدة صعودا أو هبوطا السياسة النقدية سياسة مرنة جدا. لو معدل التضخم ارتفع هيبدأ يرفع أسعار الفايدة، لو معدل أسعار الفايدة التضخم نزل هينزل أسعار الفايدة. طب احنا هل وصلنا إلى المدى أسعار الفايدة النزول الذي لا يمكن للجنه السياسه النقديه انها تنزل الفايده؟ لا، في روم لسه. ليه الروم ده بيجيبه ازاي؟ هو بيحسب معدلات التضخم المتوقعه مستقبلا، معدلات النمو اللي هو مستهدفها، مع مستويات التشغيل، وبالاضافه بيشوف اهم نقطه هل في عائد حقيقي ما بين معدل التضخم وسعر الفايده السائد حاليا ولا لا. فاحنا خد مثلا مقياس، عندنا اداه 3 سنوات الوديعه الشهاده البلاتينيه للبنك الاهلي 11%، معدل التضخم النهارده كان 5%، يبقى في عائد حقيقي 6%. النقطه دي مهمه جدا، ارجو ان الساده المستمعين والمواطنين يلموا بيها تماما. هل من المصلحه ان انا اعمل وديعه ب 20% ويكون معدل التضخم 30%؟ اخش البنك اخد 20% واطلع الاقي التضخم 30% يبلع اي دخل جالي، ولا افضل لي اخد وديعه ب 10% ومعدل التضخم يبقى 5%، يبقى عندي عائد حقيقي 5%. النقطه الثانيه اللي انا احب اوضحها ان لما بنقول معدل التضخم نزل من 33% الى 5، مش معناها ان الاسعار نزلت من 33 الى 5%، لا، ان ارتفاع معدل ارتفاع الاسعار بدل ما يرتفع ب 33% و20% بيرتفع فقط ب 5%. فهذه النقطه دي مهمه جدا. طب الناس دلوقتي اللي هي شافت اسعار 15% و14%، ما هو ده وضع طبيعي طول ما معدل التضخم بينزل. الاسعار قبل في 2016 كانت كام يا دكتور عمرو؟ 9 وربع 10 وربع، وكان معدل التضخم 9. الآن الأسعار لو خدنا بنش مارك الوديعة بتاعت البنك الأهلي 11%. وبعدين على فكرة أنا مش فاهم ليه الناس يعني مش شايفة قدامها إيه البرودكتس اللي موجودة في البنوك غير البنك الأهلي. لما غير أسعار وعائين اللي هم السنتين والسنة، هو يعني شايف ان في بديل عنده، وفي البنوك موجودين بدائل كثيره جدا. انا زي يعني ايه يا استاذ محمد؟ هقول لحضرتك السؤال ده مهم جدا جدا والله. يعني انت عميل النهارده شايف البنك الاهلي مثلا خفض الوديعه اللي هي الشهاده ب المجموعه ب من 9.75 ل 6، ودي مدتها كام؟ دي مدتها عام واحد. طيب ما تروح للعام في حاجه ثانيه، خش في اذون خزانه لمده سنه، عارف تجيب لك كام عائد صافي بعد الضرايب؟ سنه 10.40 10.40 10.4. اها 10.4 اها. لو دي اخر اسعار كانت موجوده في ده في البنك الاهلي، ده في كل البنوك، في كل البنوك في كل البنوك. هو عموما البنك الاهلي قال النهارده يعني انه البنك مستمر في طرح الشهادات اللي هي 3 سنين بنسبه 11%. لو الوقت يسمح هنقول ايه اللي حصل في البنك الاهلي، بس احنا اللي انا عايز اقوله للناس ان انت النهارده عندك بدائل كتيره. يعني مجموعه ب اللي هي اجل عامين وانخفضت بمقدار 3% من 9.5 ل 6.5. انا مالي ومالها دي؟ طب عايز تحط سنتين، ما تحط اذون خزانه برضه، حط سندات خزانه. عارف بكام يا دكتور عمرو؟ ب 10.90 اخر ارقام، ب 10.90 صافي، 10.90 لمده سنتين. في كل البنوك قدم طلب ان انا عايز سندات خزانه لمده سنتين، خصم من حسابي، اعمل لي كذا كذا كذا، يبقى ايه؟ ثانيا انت عندك شهادات الاستثمار به 3 سنين في البنك الاهلي برضك، علشان اللي هي دي كلها اتخفضت من 9 وربع ل 9 0.25%. طب تعالى لو انت عايز تخش وعاء تاني ادخاري 3 سنين برضك، روح للبنك الاهلي نفسه وقول له انا عايز سندات 3 سنوات. عارف بكام يا دكتور عمرو؟ 11%. ما هم المستثمرين الاجانب اللي بيجوا يستثمروا في صحيح. اوراق الدين العام بيعملوا ايه؟ بيخشوا اذون خزانه وسندات خزانه وياخدوا الانترست بتاعهم. كويس ان حضرتك يعني شرحت لنا يعني في مجالات اخرى كمان. انت العملاء كمان يعني يقدروا يروحوا صناديق الاستثمار. كل بنك عنده صناديق استثمار انواع صحيح. مختلفه تتناسب مع يعني الريسك ابيتايت بتاع كل عميل، درجه مخاطر كل عميل. يعني الو في اي وقت وبالسعر اللي موجود بتكتب له ارباح بتتحسب ساعتها. في الايكويتي فاند لو عايز يخش في البورصه وما بيعرفش يخش في البورصه وعنده مبلغ صغير، يخش في صندوق خاص يعني في بدائل كتيره جدا في هذا المجال. يعني مش عايز يتحمل ريسك خالص، في صناديق متوازنه بالانس او ضمن الراس المال. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد عبد العال، عضو مجلس اداره البنك قناه السويس. وزي ما قال لنا الاستاذ محمد عبد العال يعني المجالات مفتوحه للاستثمار، اذون خزانه، يعني معظم اللي بيقدمه البدائل اللي بتقدمها البنوك على الاقل احسن من حكايه انك انت تروح تاخد القرشين اللي انت محوشهم، او لو بعت حته ارض ولا ورثت حاجه وتديها لحد زي المستريح اللي احنا كنا بنتكلم عنه بتاع المنيا امبارح. وبالمناسبه زمايلي دلوقتي بيقولوا لي انه المستريح بتاع مغاغه اللي اتكلمنا عنه امبارح تم ضبطه بناء على بلاغات اتقدمت ضده بايصالات امانه قيمتها 2,700,000 جنيه، يعني اتقبض عليه بايصالات امانه قيمتها 2,700,000 جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله، وجاري عرضه على النيابه العامه في اي بلاغات اخرى قد تقدم ضده. هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. ورحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. النهارده وقفت كتير قدام مقال بعنوان بيزنس السراديب، مخازن عشوائية واختناقات مرورية. من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في هذا المقال جزء بيقول، خلونا نقرأ مع بعض: تحولت سراديب العمارات الاستثمارية إلى قنبلة موقوتة بعد أن أصبحت مخازن تهدد بكارثة في حال حدوث حريق بها نتيجة التخزين العشوائي لأنشطة مخالفة مثل المواد الغذائية والأقمشة ومواد خطرة سريعة الاشتعال، الأمر الذي قد يعرض السكان إلى الخطر في حالة حدوث حرائق جراء التخزين أو ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. المقال اتكتب امبارح اتكتب، ومش في جريدة مصرية، ده مقال للكاتب باسم رشاد في جريدة النهار في دولة الكويت. طبعا هذا المقال ما كانش بعيد أبدا عن واقع الحال في مصر، ويمكن حضراتكم جميعا متابعين من يومين الحريقة اللي حصلت في برج سكني على الطريق الدائري في منطقة فيصل لنفس الأسباب، بضائع متخزنة بطريقة غير صحيحة، شرارة نار وبعدها الكارثة. الغريب ان دي مش اول مرة يحصل فيها حرائق بهذا الشكل ولهذه الاسباب. من ايام فاتت برضو ايضا تابعنا حريق كبير حصل في سوق التوفيقية. سنة 2016 تقريبا حصل حريق كبير ومشابه في الفجالة. طيب، هل التحذير اللي في مقال جريدة النهار الكويتية ما كانش عندنا يعني مقالات او كتابات مشابهة لهذا المقال؟ ايضا واحنا بندور في الارشيف الصحفي لقينا تحذيرات صحفيه كتيره جدا، منها تحقيق منشور في اخبار اليوم في 2018 بعنوان مخازن الموت، قنابل موقوته تحت عقارات القاهره الكبرى. قبلها بسنتين بالظبط المهندس، او 3 سنين تقريبا، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه الاسبق أرسل إنذار، وجه إنذار شديد اللهجة لأصحاب العقارات اللي حولوا الجراجات بتاعتهم لمخازن لسلع وبضاعة، وأيضا يعني قال إنه سيلغي أي تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن. طيب، ده كمان من فترة، وتحديدا في شهر 7 اللي فات السيد رئيس الجمهورية وجه الحكومة للتعامل بحسم وحزم مع أزمة الجراجات المغلقة ونزع ملكيتها إن اقتضى الأمر. بعدها رئيس الوزراء وجه بتطبيق القانون على العقارات اللي تم تحويلها لمخازن في القاهرة. طيب، إمتى هنتعلم أو سنتعلم الدرس؟ هل ممكن المواطن الآن بعد كل هذه الحوادث يفهم معنى إن تكون كل حاجة في البلد متخططة تخطيط سليم؟ يمكن احنا النهارده محتاجين قرارات حازمه وجريئه تطبق اللي قاله رئيس الجمهوريه، ونحاول من خلال هذه القرارات نجفف منابع الكوارث اللي بتحصل رغم التحذيرات والتنبيهات. معايا المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه الاسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عمرو بيه، كل سنه وانت طيب. حضرتك بألف خير. يمكن واحنا نتذكر يعني هذه القرارات وهذه الانذارات اللي حضرتك قلتها من حوالي خمس سنين تقريبا، يعني حضرتك شايف الصورة ازاي؟ هل تغير شيء؟ هل نحن بحاجة الى تشريع قوي؟ انا الحقيقه يا عمرو بيه الموضوع ده انا بشكرك على انك فتحته، لانه موضوع مهم جدا وخطير جدا. وانا من اول ما مسكت محافظ من يوليو 2017 و13 لحد ما مشيت وانا محافظ اسكندريه اخر 2016، وانا بطالب بهذا الكلام، لان الموضوع ده في منتهى الخطوره على 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 الكل، مش على يعني حتى على المالك نفسه. النهارده القانون بيقول ان حضرتك تعمل جراج للسكان يسع عربيه لكل وحده سكنيه ومكان لعربيتين لكل وحده تجاريه، ولو زادت الوحده السكنيه عن 200 متر بتعمل مكانين للوحده السكنيه. يبقى المعنى الطبيعي للقانون معمول علشان يتعمل الجراج للسكان، والسكان يعني يركنوا عربياتهم فيه، ودي تحل ازمه المرور وتوفر الامان وتحقق الامان للمواطن الساكن في العقار. اللي حصل طبعا ان العرف بقى اقوى من القانون، فبقى العرف ان السيد المالك بيمضي السكان على انهم ما ياخدوش الجراج، مع انه محمله على ثمن الوحدات السكنيه، وبيوهمهم ان ده طبعا الوحده السكنيه من غير الجراج ارخص، لكن هو محمل كل المرافق بتاعه العقار على ثمن الوحده السكنيه، سواء كانت اسانسير او مناور او حتى ردود. يعني الردود نفسها بيجي يديك الشقه يقول لك الشقه دي 150 متر، وهي لما تيجي تقيسها ما تجيبش 120 متر، لانه حاسب الردود اللي عاملها كلها، حاسب المناور، حاسب الجراج في تكلفه الوحده السكنيه وبيبيعها لك، لانه مش ممكن يخسر. وهو مش ممكن هيخسر، لو اداك الجراج مش هيخسر لانه هيديهولك وحاسبه في التكلفه. صحيح. لكن العرف خلى بقى اقوى من القانون لمصالح ناس كتير، فبعد ما بيحمل لك الكلام ده كله ويبيع لك الشقه يحتفظ بالجراج باقرار منك انت شخصيا مكتوب، مع ان الكلام ده غير مظبوط. واحنا طالبت كتير جدا وكتبت هذا الكلام مقالات كتير حتى كتير، وقلت ان لازم يكون الجراج للسكان ويديروا اتحاد الشاغلين، لان احنا قلنا الجراج لكل مكان جراج. لما بنيجي نقول لهم الكلام ده يقول لك انا اديتك انا عملت الجراج عشان اوصل المرافق، وبعد ما بوصل المرافق للعقار بياخد الجراج يقفله ويعملوا مخزن بقى، يعملوا سوبر ماركت، يعملوا يحط فيه مواد ملتهبه، يحط فيه مواد تخزين خطره. المهم ان هو بعد ما بيخلص وبياخد المرافق بيستولى على الجراج، حتى لو يعملوا جراج بيعملوا لحسابه هو. نعم. وبعدين يتقفل الجراج ونقعد نفتح فيه الحي بقى. يعني انا بعذب ليه الموظفين بتوع الاداره المحليه؟ ما انا اقدر احط نص القانون الواضح واقول ان الجراج للسكان ويديروا اتحاد الشاغلين، يبقى اتحاد الشاغلين مسؤول عن الجراج من اول ما يستلم العماره. يبقى كده انا حليت المشكله اللي ما فيش حد اتحاد الشاغلين عمرهم ما يجروا يعني الجراج. يعني احنا في حاجه الى تشريع قوي. هو هنضطر نعمل التعديل التشريعي ده عشان العرف بقى اقوى من القانون. لكن القانون لوحده كان كافي لو احنا التزمنا بيه، لكن لمصالح ناس كتير وسيطره راس المال اتغير الموضوع من ان هو جراج للسكان لجراج للمالك. والمالك بيعمل فيه اللي هو عايزه. أيوة. ودي بقت في منتهى الخطوره، لان النهارده 50% من ازمه المرور في الشوارع تتحل لو احنا فتحنا الجراشات. نترحم من السايس ومن الانتظار الخاطئ ومن ازمه المرور ومن عدم وجود ركنه، وكل الناس تحل مشكلتها تقريبا بنسبه تتعدى ال 50%. عشان كده انا بؤمن جدا على كلام السيد الرئيس وتعليماته بالحسم في هذا الموضوع، حتى لو اضطرينا ان احنا ننزع من كيان الموضوع مش هيحتاج نزع من كيان، لان اصلا القانون الجراج بتاع السكان واصلا لازم يستخدم معمول عشان يعني انا اعمل جراج لمين؟ عشان اعمله سوبر ماركت؟ لا يمكن طبعا. صحيح. وبالتالي بقى العرف اقوى، وعشان كده تعليمات الرئيس الحقيقه ملزمه دلوقتي وهتخلي الكل يلتزم، لان احنا شفنا دايما لما الرئيس بيقول الكلام او تعليمات بتاخد اتجاه قوي جدا للتنفيذ. نعم. وبيلتزم بيها كله. السيد رئيس الوزراء من الناس المحترمين جدا اللي فاهمين اداره محليه كويس قوي، وهم يعني من القلائل اللي رؤساء الوزراء اللي فاهمين اداره محليه وعارفين يعني ايه القوانين بتاعتها والالتزامات بتاعتها، وهو كان وزير اسكان فعارف القانون بيقول ايه، فهينفذ الكلام بشكل كويس جدا، بس يحتاج تعاون من كل الاجهزه، واذا احتاجنا حتى ان بتوع السبع اعضاء مجلس الشعب اللي موجودين دلوقتي، ومجلس محترم وجايب اراده شعبيه هيبقى مختلف عما كان بيحصل في السابق ايام ما كنا بنعدل القوانين لمصلحه بعض المقاولين. نعم. مش لمصلحه السكان ولا البلد ولا المواطن. النهارده الموضوع بقى في منتهى الخطوره، وحضرتك شفت كل يوم والتاني في حرايق، في نفس الوقت في خطوره في كل حاجه. يبقى احنا محتاجين ايه عشان نحط، يعني مش هنقول بس بدل ما بقول ان هو عمل جراج يسع كذا وكذا وكذا، نقول جراج للسكان ويديروا الاتحاد الشاغلين. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه والاسكندريه الاسبق. هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن الاهلي. النادي الاهلي يوم الخميس اللي جاي هيبدا مشواره الجديد في بطوله كاس العالم للانديه. فرص الاهلي في هذه النسخه وتفاصيل تانية تتعلق بالبطوله مع الناقد كريم سعيد بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام وللمرة السادسة في تاريخه. وبعد غياب 7 سنوات النادي الأهلي بيشارك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020 في دولة قطر كنتيجة لتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة على حساب غريمه التقليدي الزمالك. تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية عزز موقفه تاني أكتر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي. طبعا بخلاف الأهلي هذه البطولة بتضم طبعا الدحيل اللي هو بطل قطر، بايرن ميونخ الألماني، تيجريس المكسيكي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا. ترى إيه حظوظ النادي الأهلي في هذه البطولة وإيه الطريقة المفترض إنه يلعب بها قدام الدحيل يوم الخميس اللي جاي، ومين الفريق اللي ممكن يوصل للنهائي؟ كل الأسئلة دي وغيرها طبعا هيوضحها لنا ضيفي الناقد الرياضي الأستاذ كريم سعيد. أهلا بيك يا أستاذ كريم. مساء دكتور ومساء الخير لكل مشاهدي قناة تاني. بتشوف إزاي في البداية وصول النادي الأهلي لبطولة أندية العالم للمرة السادسة في تاريخه؟ يعني حدث ولا حرج، النادي الأهلي هو ممثل مصر الدائم في هذه البطولة، لم يمثل مصر أي فريق آخر في هذه البطولة غير النادي الأهلي. ربما نادي الزمالك كان عنده إمكانية فرصة إنه يشارك في البطولة دي في نسخة 2001 اللي كان يعني مزمع إقامتها في أسبانيا، ولكن لمشاكل تسويقية ساعتها خاصة بالفيفا تم إلغاء البطولة ونادي الزمالك لم يشارك فيها، رغم إن البطولة اتعمل وكان فيها قرعة ونادي الزمالك وقع في قرعة مجموعة أعتقد ديبورتيفو لاكرونيا الأسباني ساعتها. لكن طبعا البطولة لما اتلغت خلاص اتشالت من التاريخ ولم تعد تحسب في حسابات هذه البطولة، وبالتالي النادي الأهلي هو اللي خد قص شريط المشاركة المصرية في هذه البطولة 2005، ومن ساعتها طبعا النادي الأهلي بيشرفنا وبيرفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الانترو المشاركة الستة رقم عظيم، وحتى النهارده كان في حدث جميل جدا جدا ان الاتحاد الدولي طلب الجيرسي او التيشيرت بتاع النادي الاهلي وممضي عليه من الكابتن محمود الخطيب عشان يتحط في متحف الفيفا. حاجه طبعا حاجه جميله، حاجه مشرفه لينا كلنا كمان. صحيح صحيح. طب شايف حظوظ الاهلي ازاي في هذه البطوله؟ طبعا بنتكلم على الامر من يعني من الشكل الفني، وضع صعب جدا. بنتكلم على مستويات اخرى لا نشاهدها في افريقيا او حتى طبعا في الدوري المصري. يكفي نقول لحضرتك نادي الدحيل القطري استعار ابرز لاعب في بالميرس البرازيلي السنه اللي فاتت وهو إدواردو او الملقب بدودو. لك ان تتخيل اللاعب اعاره لمده سنه واحده فقط، اعاره ده دفع فيه 7 مليون يورو للفريق البرازيلي، بخلاف طبعا الراتب بتاع اللاعب 7 مليون يورو اعاره لسنه، رقم طبعا فظيع يورينا الميزانيه اللي عند ده علشان يلعب البطوله دي في الاساس. يلعب معاهم الموسم، هم كانوا اذكياء جدا، بصوا هم عرفوا طبعا ان احنا واخدين البطوله 2 سنين وانا هشارك بصفتي ممثل، ممكن اشارك كبطل للدوري، فاشتري اللاعب من اول، ما ينفعش اشتريه قبل البطوله عشان لا يتم منعي يعني. وبالتالي فعلا نادي الدحيل عمل فرقه ممتازه جدا 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 جدا، معاهم لعيبه مميزه طبعا. معز علي طبعا الليفت وينج بتاع منتخب قطر والنادي الدحيل، واحد شفناه طبعا في كاس اسيا، كان لاعب مميز، واكيد كل اللعيبه دي هنشوفها قدام النادي الاهلي يوم الخميس ان شاء الله. طيب احنا برضو عاملين يعني استطلاع راي كده صغير، سالنا الناس عن توقعاتهم لنتائج الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، نشوف اجابات الناس عامله ازاي. ممكن، لان هو فريق كويس والطقم اللي موجود دلوقتي او التشكيل اللي موجود دلوقتي كويس. لا يحقق بطوله صعبه، لكن ممكن يحقق مركز. اتوقع ان هو ممكن يعمل اداء كويس جدا في كاس العالم للانديه، مركز ثالث زي ما حققه في 2010 صعب اعتقد. هو يعدي بس مرحله الدحيل وان شاء الله يكمل بعد كده ان شاء الله. حاسس ان انا كده كده ان شاء الله نكسب الماتش الاولاني، ومع البايرن بقى عادي يعني، بس مش عادي ولا يهزنا يعني، فاهم؟ الماتش اللي جاي 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق ونقابل البايرن ان شاء الله ونعمل معاه ماتش كويس برضه يعني، بيقدر بس هو عايز بس شويه مجهود شويه وربنا يوفقه ان شاء الله. دي يعني بعض الاراء لبعض اللي عجبني قوي اللي قال ولا يهزنا بايرن ولا يهزنا بايرن ان شاء الله باذن الله. طيب ماتش الدحيل نعم. طب ماتش الدحيل ماتش صعب جدا للنادي الاهلي، بس في وجهه نظري الشخصيه هو كان افضل الحلول للنادي الاهلي في القرعه، لان القرعه طبعا بعد انسحاب نادي اوكلاند النيوزيلندي بسبب التدابير الاحترازيه لدوله نيوزيلندا اللي منعوا الفريق من السفر، تم طبعا استبعاده من البطوله، والبطوله يعني ابقت على 6 فرق، فبالتالي الدور الاول هنا يا دكتور كان القرعه ما بين 4 فرق، النادي الاهلي كان ممكن يقابل الدحيل، ممكن يقابل تيجريس، ممكن يقابل اولسن. مقابله اولسن دي كانت أسوأ مقابله، ليه؟ انك بتتكلم على رتم فريق ممكن ما عندهمش مهارات، لكن رتم الفريق عالي جدا، فرقه سريعه للغايه، بطل كوريا الجنوبيه، وبالتالي بالظبط زي اللي بيلعبوا بلاي ستيشن، نادي فريق سريع قوي مش هنلحق اصلا نشوف الكوره معاهم. تيجريس المكسيكي فريق احنا دايما اعتقد النادي الاهلي عنده مشكله في اللعب مع انديه امريكا اللاتينيه، يعني ربما المره الوحيده النادي الاهلي كسب اعتقد كلوب امريكا لما خد البرونزيه في 2006، ده الماتش الوحيد النادي الاهلي تفوق فيه على نادي من امريكا من المكسيك حتى يعني. وبالتالي انا شايف ان قرعه الدحيل كانت كويسه، ولكن محتاجه تركيز شديد للغايه، محتاجه عدم او وقوع في اي اخطاء لاي سبب كان من بيتسو موسيماني، يعني اتمنى ان هو يتفادى بعض الاخطاء اللي حصلت منه في المباريات الاخيره في الدوري، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر بلعبته ان هو يتخطى عقبه الدحيل يوم الخميس، وباذن الله باذن الله يقابل بايرن يوم الاثنين. ايه اكتر يعني او ايه هي اهم نقاط القوه عند الاهلي وايه هي نقاط الضعف عند الدحيل؟ طبعا اهم نقاط القوه عند النادي الاهلي لو خدناها من بدايه من حارس المرمى طبعا محمد الشناوي نقطه قوه كبيره في النادي الاهلي، طبعا حارس مميز ومستواه ارتفع كتير جدا جدا منذ مونديال روسيا. طبعا جبهه الشمال في النادي الاهلي جبهه قويه جدا بوجود علي معلول اكيد، واكيد طبعا مركز المساك اضاف له كتير قوي قوي بعد دخول المدافع المغربي بدر بنون، واضاف كتير مع عمل ثنائيه جيده مع ايمن اشرف. يتبقى طبعا بعض المشاكل في الجبهه اليمنى بوجود محمد هاني، وما زال طبعا محمد هاني مش اكرت ان هو مش متاكدين ان هو هيلعب المباراه، ان هو مصاب، وطبعا البديل بتاعه احمد رمضان بيكهام ربما يكون قدم شكل جاي قدام بيراميدز، ولكن لسه برضه ما نقدرش نقول انه وصل لنفس الطمانينه عند الجمهور زي الجبهه الشمال. خط الوسط طبعا برضه من نقاط قوه النادي الاهلي، وجود اليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي ثلاثي قوي. مجدي قفشه في وجهه نظري الشخصيه بعد الضربه القاضيه في نهائي دوري الابطال المستوى قل شويه، خصوصا في الناحيه الدفاعيه في بعض الامور اعتقد محتاج ان هو يشتغل عليها. لازم تفكرني يعني؟ نعم لازم تفكرني. ليه بس يا دكتور؟ الضربه القاضيه؟ لا دي مش وجهه نظر، دي فاكت، دي حقيقه. دي فاكت؟ طب وجون شيكابالا؟ وجون شيكابالا جون مميز طبعا، لا جون رائع جون رائع، لكن يبقى طبعا النتيجه هي اللي هتبقى في الذاكره. طيب نعم طبعا الناحيه الثانيه خلي بالك انا بشجع الاهلي دلوقتي. طبعا يا دكتور طبعا كلنا هنشجع الاهلي. وعايز اقول بس نقطه في الحته دي يا دكتور مهمه. وليد المخرج بيقول لي اتكلم عن نفسك. طب لا ما انا عارف في البعض طبعا هو حق. بص يا دكتور عايزين نقول حاجه ان في الرياضه كل واحد من حقه يعمل اللي هو عايزه، ده اكيد، ولكن انا عندي هنا وجهه نظر بسيطه. الانديه المصريه غير دائمه الاشتراك في مثل هذه المحافل العالميه، احنا ما بنروحش الحاجات دي كل سنه. صحيح. نفس الموقف ده تعرضنا له لما محمد صلاح كان مرشح وحصلت مشكله حضرتك تفتكر من سنه لما احد الصحفيين المصريين اختار لعيب اخر. طبعا وجهه نظر فنيه وكل شيء على انها راسي، لكن انا لو عندي لعيب مصري بيروح الاستفتاء ده كل سنه وموضوع احنا معتادين عليه انا موافق ما عنديش مشكله، لكن لما يكون نادي مصري بيروح يعني بطوله زي دي احنا بنروح زي ما حضرتك مثلا في التتر مكتوب اهو، حتى مكتوب اهو بعد غياب 7 سنوات لما نروح مره حتى يعني لو مش هنشجع نتمنى لهم التوفيق، ربنا يوفقكم يعني. لا احنا نتمنى لهم التوفيق ونشجع كمان. انا غريبه الحكايه دي ما كانتش زمان على ايامي يعني. نعم. زمان ما كانتش طبعا ده بسبب المناخ في السنتين الاخيرتين اكيد طبعا المناخ اتغير شويه. انا مؤمن تماما ان المرء يعني على دين خليله، يعني ازاي انا اشجع فريق يعني بيلعب ضد فريق من بلدي، فريق اجنبي يعني، غريبه جدا يعني. تاني انا هاخدها في الحته يا دكتور بتاعت طبعا ان الكوره تاني انتماءات، بدليل ابسط رد هيتقال طب ما يا جماعه الاهلي والزمالك فيهم لعيبه من تونس ومن دول افريقيه، بس خلاص لبسوا فانيله الزمالك والاهلي. فاهم. لا وانا محترم، انا محترم تمام وجهه النظر، بس انا بقول ايه، انا حتى لو ما شجعتكش انا ممكن اقول مثلا اوكي انا اهلاوي نادي الزمالك بيلعب في مونديال الانديه انا مش هشجعه، ولكن اتمنى له التوفيق ربنا يوفقكم، بتكلم كمشجع مش كاعلامي طبعا كمشجع، ربنا يعني ليه لا يعني ربنا يوفقكم، ليه ما اتمنالكش الخير يعني. ولكن اجابه على سؤال حضرتك ليه المناخ بقى كده؟ المناخ بقى كده بسبب وجود بعض الاشخاص اللي خلوا المجال يصل لهذا القدر من التنافس. تطبيقا تاني بقوله، انا مؤمن تماما ان المرء على دين خليله. لما بندي المايك او ندي الكاميرا لاي حد، طبيعي جدا ان في قطاع عريض هيتاثر بالشخص اللي بيتكلم في المايك. طب عشان التاثير ده يروح، هيروح امتى؟ هيروح بعد سنتين كمان. طيب نرجع للبطولة تاني. إقامة البطولة في قطر وسط جماهير قطر، يعني هم قرروا انه 30% بس من الحضور اللي هيحضر. نعم طبعا كده. طيب يعني الى اي مدى ممكن تأثر على نفسية الفريق النادي الأهلي؟ خالص ما اعتقدش، يعني موضوع بسيط. اكيد طبعا ال 30% في ماتش الأهلي والدحيل هيكون 29.9 اكيد للجالية المصرية، اللي اكيد يعني ساعات عددها هناك في قطر اضعاف عدد السكان الاصليين، يعني فاكيد الملعب هيبقى ممتلئ بجماهير النادي الاهلي بشكل كبير. وبس تاني هيبقى اجواء صامته اكيد، اللي احنا ما بنتكلمش على ملعب كبير قوي، يعني هيبقى فيه عدد كبير، ما فيش جمهور كبير. احنا شفنا ازاي يعني مشجعي النادي الاهلي استقبلوا الفريق في المطار، كانت حاجه هايله قوي، شيء مميز، وفي رابطه هناك كمان، شيء جميل. في رابطه هناك وطبعا وعايزين برضو نفهم حاجه يا دكتور مهم قوي، دي برضو الناس تعرفها اللي بيحبوا في الكلام على حته نشجع وما نشجعش. على فكره الجمهور بتاع الكوره اللي في الغربه غير جمهور الكوره اللي في البلد. اللي في الغربه بيبقى عنده حنين لاي حاجه من بلده تجيله، صحيح، يعني هو بيشوف هناك مشاكل احنا ما بنشوفهاش هنا. فدي نقطه برضو مهمه عايزين نبقى موضحينها كويس. خط سير الاهلي في البطوله، يعني نعم. هل ممكن يخدمه ولا بالعكس ممكن يعرقله؟ هو طبعا هو خط السير بسيط. طبعا نادي الدحيل في وجهه نظر تاني هو افضل فريق في القرعه الاولى. باذن واحد احد تخطى هذه العقبه، هيلاعب بايرن ميونخ يوم الاثنين، يعني ان شاء الله يعني المواجهه دي نشوفها باذن الله. حصلت المعجزه، واحده من معجزات القرن ال21 اذا حصلت، يعني والنادي الاهلي كمل للفاينل. بيلعب في الفاينل يوم الخميس اللي وراه مع طبعا المتاهل من مباراه بالميرس اللي هيلعب يوم الاحد مع الفائز من تيجريس وأولسن الكوري اللي هيلعبوا مع بعض الساعه 5 يوم او الساعه 4 يوم الخميس قبل ماتش النادي الاهلي ب3 ساعات. طيب خلينا نروح برضو للتوقعات. سؤالنا على السوشيال ميديا، ايه توقعاتك لمباراه النادي الاهلي والدحيل القطري في كاس العالم للانديه؟ نشوف كده. كريم جمال، للاسف خساره الاهلي. ليه يا كريم؟ محمد علم الحاج، 5-0 للدحيل الشقيق. ماشي يا محمد. احمد حسن، 3-1 للدحيل. ده ايه يعني؟ كاظم حسان، ان شاء الله الاهلي يشرفنا زي عادته ويكسب 2-0. ايوه كده يا كاظم. احمد ورده بيقول فوز الاهلي 2-1 او 2-0 باهداف كل من بواليا وقفشه. حلو كويس. محمود عبد الستار، 2-1 للاهلي. ايه تعليقك يا استاذ كريم؟ انا كعادتي مش بتوقع يعني. لا تعليقك على التوقعات. طبيعي يعني بعض المشجعين، يعني الناس ما بتحبش النادي الاهلي اكيد بيتمنوا خسارته، والناس بتحب النادي الاهلي. ده بس ده المشجع اللي بيقول 5-0 ده يعني نفسي اعرف شكوك في ايه بصراحه. بصراحه شكوك اول امبارح حاجه صعبه شويه، بس نحترم توجهات النادي، كامل احترامي طبعا. طيب بعض الاراء بتقول انه النادي الاهلي مركز قوي في ماتش بايرن ميونخ مش الدحيل. لا بالعكس، لا طبعا كل الكلام ده اعتقد حتى امبارح بيتسو موسيماني يعني في قناه النادي الرسميه نفى كل الكلام ده. طبعا اكيد طبيعي، حتى احنا الكلام ده بصراحه بقى كليشيه قوي يعني. لعيبه الكوره، بس احنا حتى الرياضيين بقى وخلاص، يعني بقى في النهارده ثقافه عند الرياضي في الامور دي. والنادي الاهلي طبعا اكيد كل التركيز على مباراه الدحيل، وحتى احنا شايفين الاهتمام بالبعثه، ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه رئيس البعثه، وبعثه كبيره جدا مسافره، ومسافره قبل المباراه اعتقد بحوالي اسبوع، بنتكلم يعني اسبوع 6 ايام. فدي طبعا فتره كافيه جدا للاعداد، يتعود على الاجواء ويشوف الدنيا كويس وملاعب التدريب. وان شاء الله باذن الله ما يكونش في اي اخطاء فنيه، ويتبقى بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى في مجريات الامور. هل ممكن يعني الماتشات الاخيره اللي لعبها الاهلي في الدوري تاثر على الاداء في البطوله دي؟ والله هي ميزه وعيب. هي ميزه في ايه؟ ميزه ان المباريات دي كشفت لك اخطاء عندك في الفريق. بنتكلم النادي الاهلي السنه دي معاه سكواد او معاه قايمه واحده من اقوى قوائم النادي الاهلي، حتى القايمه اللي معاه حاليا مع موسيماني اقوى بكتير من القايمه اللي كانت مع رينيه فايلر السنه اللي فاتت. وبالتالي هو لما يكون القايمه قويه جدا بتحتاج منك انت جراءه في الاختيارات، ان السيطره على فريق فيه لا يقل عن 20 نجم كلاس A دي حاجه مش سهله. وبالتالي هنا الاختبار، يعني في مدربين كتير يعني بيبقى مشكلتهم ان هو ما عندوش لعيبه كويسه. طب انت عندك لعيبه كويسه كتير، فهنا محتاج سيطره. وبالتالي بشوف بيتسو موسيماني محتاج ان هو يبقى دقيق جدا جدا في اختياراته وما يحطش للعاطفه اي مكان فيها. بغض النظر مين اللي هيكسب، يعني من الاهلي او الدحيل، نعم، حظوظ الفريق الفائز امام البايرن هيبقى ايه؟ 1 ل 99. 1 ل 99، نعم. 1 للاهلي او الدحيل 99% البايرن. طبيعي. بنتكلم طب على مستوى مختلف تماما من الكرة، وكمان بنتكلم على واحدة من أفضل نسخ بايرن ميونخ في العشر سنين الأخيرة. ربما هانز فليك المدير الفني في بداية فترته مع بايرن ميونخ كان عنده مشاكل كبيرة جدا السنة اللي فاتت، وحتى البعض طالب بإقالته قبل أن ينقلب بايرن يعني 180 درجة ويتحول ويبقى ويكشر عن أنيابه وياخد الثلاثيه. ومش بس ياخد مش مهم في الثلاثيه، لا ده المهم في الثلاثيه انه جمعته مباراه مع برشلونه وكسبها 8-2 في واحده من اكتر الهزائم يعني المذله للبارسا في التاريخ. ربما بايرن ميونخ المتابع بيحب البوندسليجا ومتابعين البايرن كويس، في الاسابيع الاخيره عنده مشاكل كتيره فنيه للدرجه اللي وصلت الفريق في اخر في 10 مباريات طلع 8 كلين شيت بس، 2 كلين شيت، والثمان مباريات الاخرى استقبلت شباك واهداف. ولكن يبقى طبعا المستوى اللي احنا بنتكلم عليه مستوى مختلف تماما عن مستوى اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للدحيل القطري. عموما واحنا بنختم يعني في كل الاحوال هي الكره مستديره، نعم، واي نعم عصر المعجزات انتهى، نعم، لكن مين عارف يعني طبعا. يعني مين كان يتوقع الدنمارك تكسب يورو 92؟ مين كان يتوقع ان اليونان تكسب يورو 2004؟ كلها طبعا امور اكيد يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. في كل الاحوال كل توفيق وكل تمنياتنا الطيبه للنادي الاهلي بالفوز في مبارياته كلها ان شاء الله، وخلينا متفائلين باذن الله. هيقدم عرض رائع يليق ب اسم النادي الاهلي اولا واسم الكره المصريه، ويسعد جماهيره باذن الله في هذه البطوله. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ كريم سعيد، شكرا ليك، ونشوفك الاسبوع بعد المقبل باذن الله ويكون الاهلي حقق البطوله يا اللهم امين ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا، وبكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره باذن الله، تصبحوا على خير.